اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين مع حضراتكم وورلد سوكر. زي ما احنا عارفين واتكلمنا في الانترو، بدايتنا كانت على محمد صلاح، وان محمد صلاح بيحقق ارقام قياسيه بسم الله ما شاء الله كبيره جدا ومهمه جدا، ومن الصعب ان اي لاعب مصري وعربي يحققها. طبعا يعني نوادر، او زي ما بنقول يمكن رياض محرز طبعا احرز العديد من او احرز لقب افضل لاعب في الدوري الانجليزي، ايضا الكابتن رابح ماجر في الشامبيونز ليج سواء ارقامه ايضا اللي حققها. فبالتالي محمد صلاح بيحقق ارقام انا شايف ان هو ممكن يكون بيتفوق على كتير جدا من اللعيبه اللي موجوده سواء المصريه او العربيه او الافريقيه. واتكلمنا وقلنا في الانترو على معظم الارقام اللي حققها. فطبعا قبل ما نبدا ونخوض في حديث محمد صلاح وجائزه افضل لاعب في الدوري الانجليزي واللي اختارها طبعا واللي تم اختياره متفوق على هاري كين وعلى طبعا ليروي ساني وعلى دي بروين يعني وعلى ديفيد سيلفا، اكيد طبعا نجوم كثيره جدا، نجوم كبيره، لكن محمد صلاح بانتمائه واخلاصه واجتهاده قدر ان هو يتفوق على الجميع. وقبل ما نروح نشوف ونتكلم على محمد صلاح والحفله اللي استلم فيها الجائزه، تعالوا نروح نشوف تقرير محمد صلاح ونرجع نكمل مع حضراتكم مراسم تتويج محمد صلاح بالافضل في الدوري الانجليزي. يعني هنفضل نتكلم ونعيد ونزيد في محمد صلاح لاعبنا المصري اللي بنفتخر بيه، واللي اكيد طبعا يعني بيقدم مستويات رائعه جدا في ليفربول او مع وجوده في منتخب مصر. ان شاء الله يقدم مستوى طيب في كاس العالم 2018 اللي هيقام بعد يعني عده ايام في روسيا. طبعا مستنيين منه الكثير، وان هو يقود منتخب مصر ليه يعني بنحاول ان احنا ان شاء الله منتخب مصر يكون قادر ويحاول ان هو يتخطى مجموعته ويصل الى دور ال 16. طبعا محمد صلاح في الاسبوع الماضي حصل على جائزه افضل لاعب في الدوري الانجليزي، واحنا عارفين ان هو كان مرشح معاه عدد من اللعيبه، احنا قلنا ابرز الاسامي اللي موجوده، لكن بالترتيب حصل هاري كين على الثالث افضل لاعب، والمركز الثاني كان كيفن دي بروين، والمركز الاول محمد صلاح. تعالوا نشوف استعداد محمد صلاح قبل الحفلة ومحمد صلاح وهو بيستلم جائزة أفضل لاعب. زي ما احنا عارفين كان فخر وكان يعني في وجود بعض المصريين اللي كانوا موجودين. تعالوا نشوف أبرز ما جاء في الحفلة واستعدادات محمد صلاح ونرجع نكمل معاكم. مفيش شك ان يورجن كلوب واحد من المدربين اللي ليهم دور في مشوار صلاح مع ليفربول، واللي هو كمان ليه دور كبير في تتويج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي. مش بس كده، ده كمان في الشامبيونز ليج والأرقام اللي بيحطمها محمد صلاح. عجبني في تصريح يورجن كلوب ليه قبل كده إن هو قال إن التاريخ هيذكرني في تاريخ محمد صلاح، أو التاريخ هيقول اسمي لما تيجي سيرة محمد صلاح. تخيلوا حضراتكم لما مدرب كبير يقول كده ان هو يعني ضرب العديد من النجوم وضرب العديد من اللعيبه الكبار جدا والانديه الكبيره في المانيا، لكن يجي يقول ان التاريخ هيذكرني لما يجي سيره محمد صلاح. ليه قال كده؟ عشان محمد صلاح ممكن يكون من اللاعبين اللي حققوا اكبر نجاحات في مسيره يورجن كلوب كمدير فني. مفيش شك ان هو ضرب طبعا بروسيا دورتموند، وكان طبعا بيدرب يعني اسماء كبيره زي روبرت ليفاندوفسكي يعني واسماء كتيره جدا جدا، لكن ابرزهم طبعا روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن الحالي، وهو كان من افضل اللاعبين وهدافين الدوري الالماني. لكن محمد صلاح بيحقق مع يورجن كلوب ارقام كتيره جدا من الصعب ان اي حد يحققها مع يورجن كلوب في حجم الانديه اللي بيمسكها. لسه يورجن كلوب ما جاتلوش الفرصه انه يمسك انديه على طبعا على وزن ريال مدريد او برشلونه او مانشستر يونايتد او السيتي، بنتكلم كمان في الامكانيات الماديه الكبيره جدا. لكن خلينا نروح ونشوف ونسمع كده سريعا ليورجن كلوب وهو بيتكلم على محمد صلاح ومسجله مع يورجن كلوب طبعا اثناء او قبل ما يعلنوا الاسماء، لكن طبعا كانت الاسماء معروفه وسجلوا مع يورجن كلوب، لكن اللعيبه نفسها ما تعرفش. وكان قال كلمه في حق محمد صلاح، اكيد كلمه كويسه جدا واكيد بيشيد بمستواه، وتعرض طبعا بعد تسليم محمد صلاح الجائزه. فتعالوا نشوف يورجن كلوب وكلامه على محمد صلاح ونرجع نكمل معاكم فعاليات حفلة أحسن لاعب في الدوري الإنجليزي. معين يونس طفل إنجليزي من أصول باكستانية كان موجود في الحفلة، والطفل ده أو الولد ده عنده مرض جلدي نادر، وكانوا اتكلموا معاه وكانوا داعيينه لوجوده في حفلة كبيرة بينظمها طبعا رابطة المحترفين الإنجليزية، واللي عملوا معاه انترفيو وسألوه على مين اللعيبة اللي أنت بتحبها ومين اللعيبة اللي أنت نفسك تقابلها، وكان طبعا رضهم على محمد صلاح، قال لهم افضل لاعب بالنسبه لي هو محمد صلاح واللي انا بحبه جدا
وبقدره كلاعب كرة قدم، وبالتالي كان نفسه يقابل محمد صلاح. بعد الحفلة على طول محمد صلاح لبى رغبة معين يونس، وقابله بعد انتهاء الحفل وأكيد اتصور معاه وأكيد دار ما بينهم حديث. احنا عارفين محمد صلاح دايما بيجبر خاطر أي طفل، سواء عايز تيشرت منه أو سواء عايز يبعت له رسالة على تويتر أو سواء يبعت له صورة. وفي نفس الوقت يعني ده كان في انجلترا، وكان في أثناء الحفل، فبالتالي محمد صلاح ما فوتش فرصة مهمة جدا زي دي وتقابل بمعين يونس. عشان كده هنروح نشوف محمد صلاح ازاي اتصور أو ازاي دار حديثه ما بينه وما بين معين، ونرجع نكمل مع حضرتك. Members of the WSL and team of the year, Frank Kirby from Chelsea, thank you very much for coming today. I have to say that because you have been playing football this afternoon and it didn't go as planned. No, it didn't. Obviously, playing the Champions League semi-final is always going to be tough. But yeah, hopefully we can go away there and get some goals and hopefully get through to the final. Go away, get some goals. There's another team in Europe representing the Premier League that are going to try and go away at some point and get some goals, but you're on for the double, they're not. Yeah, I mean, obviously. مفيش شك ان محمد صلاح زي ما احنا بنتكلم طوال الحلقه على دوره، ومش دوره بس كلاعب كره قدم، لا ده دوره كمان في المجتمع المصري وتاثيره على الشباب اللي موجوده في مصر. زي ما احنا عارفين ان الشباب دلوقتي محتاج قائد او محتاجين ليدر يقدر ان هو يكلمهم ويقدر ان هو يقودهم الى حال افضل من الاحوال اللي معظم شبابنا المصري فيها. وبالتالي انا بتكلم كل الكلام ده علشان اخد حضراتكم ونروح لحمله محمد صلاح ضد المخدرات، واللي طبعا كان موجود فيها محمد صلاح، وحمله اعلانيه كبيره جدا، وفي نفس الوقت كان مردودها الفعلي بسم الله ما شاء الله رائع جدا. في طلب يعني كان في اخر الحمله مكتوب في رقم ساخن علشان الشباب او طبعا الناس اللي بتتفرج على التلفزيون او على الحمله تبدا ان هي تتكلم على الارقام وتبدا في الرحله العلاجيه. وبالتالي كان محمد صلاح نشر على صفحته الخاصه بيه على الفيسبوك صور من الحمله واكد على نجاحها الشديد جدا. زي ما احنا عارفين ان محمد صلاح لم يتقاضى اجر تماما في الحمله ضد المخدرات، واحنا شفنا طبعا زي ما انا قلت النجاحات اللي حققتها الحمله، وكمان يعني ايقونه كبيره جدا وليدر ومثل رائع يحتذى به الشباب هو محمد صلاح. فعشان كده كان لازم نتكلم وبنقول على ان محمد صلاح ونجاح حملته انت اقوى من المخدرات، وان شاء الله محمد صلاح يفضل مثل وقدوه للشباب المصريين كلهم، ويكون عنده يعني اي حد يكون عنده امل او عنده حلم بيحلم بيه ياخد محمد صلاح قدوه. من 2011 ل 2018 قدر انه يفضل ان هو يحصل على لقب افضل لاعب في الدوري الانجليزي. انا بتكلم من 2011 منذ انتقاله الى نادي بازل السويسري والتحاق طبعا بتشيلسي اللي طبعا ما لقاش الطموحات اللي بيلاقيها محمد صلاح اللي كان متمنيها لنفسه، عشان يخرج مره ثانيه اعاره لفيورنتينا وبعد كده روما وبعد كده يرجع طبعا روما وكمان يروح لليفربول ويكسر كل الارقام القياسيه ويحقق احلام ناس مصريين كتيره جدا حاولوا ان هم يحطموها ويوصلوا ليها، محدش قدر يوصل للي وصله محمد صلاح. احنا الدور بقى على البالون دور، احنا كمصريين طمعنا خلاص، بقى عندنا طمع في حاجتين، طمع في الشامبيونز ليج ان هو ان شاء الله يحصل على الشامبيونز ليج مع فريق ليفربول، ان هو يحصل على في جائزتين يعني على الاقل يحصل منهم على واحده، هي جائزه البالون دور وجائزه ذا بيست. ان شاء الله ربنا يوفقه ويكرمه، دايما مشرفنا، فخر لينا وفخر للعرب كلهم. طبعا قبل ما يعني هننتقل للشامبيونز ليج وهنبدا بمباراه ليفربول وروما واللي تالق فيها محمد صلاح 5 اهداف مقابل هدفين. محمد صلاح احرز هدفين وصنع هدفين، وطبعا هدف خامس لفريق ليفربول علشان يتم تبديل محمد صلاح ويخرج، لكن بعد خروجه كانت النتيجه مش مطمئنه، هدفين بيخشوا في مرمى ليفربول، وبالتالي شفنا اس روما على ملعبه لما اخرج برشلونه 3 اهداف مقابل لا شيء. هل روما قادر على انه طبعا يصعد للمباراه النهائيه؟ انا شايف ان شاء الله بامكانيات ليفربول ومدربه اللي عنده امكانيات عاليه جدا من التكتيك ومن القدرات الفنيه العاليه جدا يقدر ان هو يتاهل طبعا باي نتيجه ايجابيه لصالح ليفربول يتاهل مباشره الى نهائي الشامبيونز ليج. تعالوا نروح ونشوف اهداف المباراه ما بين ليفربول وروما اللي كانت في ملعب انفيلد، ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي اخبار المباراه. زي ما حضراتكم متعودين دايما بيكون معانا كل مباراه باحداثها بالكواليس بتاعتها، اللي دايما بنحاول نجيبها لحضراتكم
علشان زي ما احنا عارفين ان دي حاجه بتعجب حضراتكم وبتبقوا مهتمين بيها جدا. فاحنا معانا بعد مباراه ليفربول وروما في الشامبيونز ليج بعض الكواليس وبعض الاحداث اللي حصلت، فبالتالي هتكلم يعني هحكي لحضراتكم الاحداث اللي حصلت. طبعا مبدئيا خلال او اثناء المباراه كانت في لقطه يعني مهمه جدا ورائعه جدا في مترو الانفاق. مترو الانفاق كان طبعا في معظم الشباب اللي لسه مخلصين يعني سواء جامعاتهم او سواء اشغالهم، مش بس الشباب والرجاله الكبار في السن والرجاله يعني كل الاعمار، كل الفئات العمريه كانت موجوده في المترو، وكانت في نفس توقيت مباراه ليفربول وروم. المنظر الجميل او المنظر الرائع اللي هنشوفه قدام حضراتكم او الصور اللي هنشوفها هو ان الناس المصريه بتتابع ماتشات محمد صلاح وليفربول في اي مكان. زي ما قلت لحضراتكم بقى مثل اعلى، بقى قدوه، بقى هو ده اللي بيفرح الشعب المصري، هو ده الحاجة المفرحة للشعب المصري في الوقت الحالي لينا كمصريين. احنا عارفين ان طبعا ماتشات يعني ما فيش احداث مهمة، بتكلم على الكورة سواء مثلا ماتشات للنادي الاهلي او بنتكلم على ماتشات لمنتخب مصر او بنتكلم على ماتشات مهمة، او ما فيش حدث مهم غير ليفربول ومحمد صلاح، فهو ده الحاجه اللي بتفرح الشعب المصري. احنا بنتكلم عن النادي الاهلي والماتشات من حيث البطولات الافريقيه، فبالتالي كل الناس بقت تتفرج على الحاجه اللي بتفرحها. فزي ما احنا شفنا الناس بتتابع محمد صلاح في اي مكان وفي اي وقت، ما بيفرقش معاهم اي حاجه او اي حاجه تمنعهم غير ان هم من اي حته موجودين فيها بيتابعوا محمد صلاح، وده زي ما احنا شفنا حاجه بنتبسط بيها، وطبعا فخر لينا وفخر لينا كعرب ان محمد صلاح واحد من اهم اللعيبه اللي موجودين في العالم وهو حديث الساعه حاليا في الوسط الكروي. طبعا لسه مكملين مع احداث ليفربول وروما وابرزها هو محمد صلاح. فاحنا طبعا زي ما احنا عارفين ان محمد صلاح النهارده اختير كافضل لاعب في الجوله الاخيره للشامبيونز ليج للمره الرابعه في الموسم الحالي، وعشان كده هو بيتساوى مع كريستيانو رونالدو عشان يبقى محمد صلاح اول لاعب عربي واول لاعب مصري واول لاعب افريقي يحصل على ذا بلاير اوف ذا ويك للشامبيونز ليج او لاعب الجوله في دوري ابطال اوروبا في موسم واحد طبعا لاربع جولات، بيتساوى مع رقم رونالدو في الجائزه عشان هم يبقوا الاثنين اربع مرات. يتبقى طبعا الجوله اللي جايه والمباراه النهائيه، فبالتالي محمد صلاح لو نجح ان هو يقدر يخطف كمان لقب افضل لاعب في الجوله بفضل طبعا ربنا ومستواه ثم طبعا تصويت المصريين، يقدر ان هو يتفوق على رونالدو وان شاء الله يقدر يحققها. محمد صلاح قادر على كده. يعني محمد صلاح يعني زي ما احنا شفنا او زي ما انا حكيت لحضراتكم هو ده ابرز حدث موجود عندنا في المباراه الاخيره. فانا يعني هنتكلم وهنشوف ازاي طبعا يعني هحكي لحضراتكم ابرز اللقطات او ابرز الكواليس اللي موجوده وهنشوفها قدام حضراتكم. طبعا ستيفن جيرارد اسطوره ليفربول اللي كان بيشاهد المباراه كان في كاميرا خاصه بتصوره طبعا، واحتفال جنوني بعد احراز محمد صلاح الهدف الاول. ايضا احتفالات جمهور ليفربول اللي مش بيقف ابدا، ولا الاناشيد ولا الاغاني اللي بيفضلوا يغنوها لمحمد صلاح طوال المباراه. احنا عارفين ان محمد صلاح ما كملش المباراه، وبالتالي كان في رد فعل ممتاز ورائع جدا 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 للجمهور لما محمد صلاح خرج. كمان ايضا المصريين اللي كانوا متواجدين الكباتن الكبار طبعا كابتن حازم امام كان موجود في المباراه من ارض الملعب وحرص على مشاهده المباراه، وكمان اتصور مع محمد صلاح بعد المباراه. كمان رابطه مشجعي ليفربول في مصر تحتفل بفوز محمد صلاح. عايز اقول لحضراتكم ايه الهدف من الكلام ده كله او ايه الهدف من الاحداث دي كلها، ان احنا بنقول ان محمد صلاح لما فعلا بيتالق وبيجيب اهداف بيبقى مصدر سعاده ومصدر فرحه، كلنا بنبقى فرحانين، كلنا بنتفرج، وحتى اللي بيتابع كره القدم واللي تابع ليفربول وروما ان بعد خروج محمد صلاح للمباراه في كتير مننا جدا بداوا ان هم يغيروا المحطات وبداوا ان هم يغيروا القناه وبداوا يتفرجوا على حاجات تانية. فبالتالي تعالوا نشوف ابرز الاحداث اللي حصلت في مباراه روما وليفربول اللي ليها علاقه بمحمد صلاح، حيث ستيفن جيرارد والجماهير والاغاني والنجوم اللي كانت موجوده واحتفالات الرابطه طبعا رابطه ليفربول، ونرجع نكمل مع حضراتكم عشان نخش بعد كده في مباراه او مباراه مهمه هو الطرف الثاني هو مباراه ريال مدريد وبايرن ميونخ، ونرجع نكمل مع حضراتكم، لكن نروح ونشوف ابرز الكواليس ونرجع نكمل معاكم.